أهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. حياكم الله يا أهل بلاد الرافدين، حياكم الله وأنتم تسطرون مواقف تشرف حاضركم وتفتح أمام مستقبلكم أبوابا من الأمل، ذهابا إلى البلد الذي شكل الأمل من صلصال الحب والفرح والإرادة والعزيمة، إلى البلد الذي خرج يوما ما الشيخ الشهيد عبد القادر الجزائري. تحديدا نذهب وإياكم إلى سطيف، حيث الدكتور عبد الملك أبو منجل، وهو شاعر جزائري، حل ضيفا على بيت القصيد. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك صديقي الشاعر مصطفى مطر، أنا سعيد باستضافتك الجميلة في هذا البرنامج الجميل بيت القصيد، وأرجو أن أصل وإياك إلى بيت القصيد. نحن أكثر سعادة بتشريفك لنا، وهي إقلاعة جيدة نحو الوطن الذي تحب الجزائر. واقع الجزائر اليوم في ظل الظروف المحتقنة التي تمر بها المنطقة العربية، هناك حركات في لبنان، انتفاضة تشرين في العراق، الظروف التي أدت إلى انتقالة وصفها كثيرون بالنوعية في تونس، وأيضا الحركات المتواصلة في بلادكم الجزائر. إطلالة على هذا المشهد، وكيف تراه من وجهة نظر شاعر؟ أعتقد أن البلاد العربية كلها تعيش مخاضا قد يكون عسيرا، ولكن حصيلته إن شاء الله ستكون وفيرة. هذا المخاض بدأ منذ سنوات فيما يسمى بالربيع العربي. هذا الربيع استنشق به أهل الطموح إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى الحضارة، يستنشق الأمل من جديد، وسارت بهم المسارات نحو عواقب لم تبلغ بعد إلى الأمل المنشود، ولكن المخاض، وسيكون هنالك إن شاء الله ولادة كريمة طيبة يفرح لها العرب جميعا. هذا ما يتمناه الطيبون الراغبون بحياة كريمة في شتى بقاع المعمورة، لا سيما في المنطقة العربية. دكتور أبو منجل، حبذا لو تحدثنا الآن عن الصورة الشعرية التي تسكن بال وذهن الشاعر الجزائري بشكل خاص، الروح التي تسكن الشاعر الجزائري، بماذا تميز أهل الجزائر حينما خطبوا الضاد ولاسنوها كتابة وشعورا وبلاغة وقصيدة؟ أعتقد أن الشعراء الجزائريين ليسوا بعيدين عن المشهد الشعري العام في الوطن العربي. هؤلاء الشعراء ينتمون إلى مشارب ومدارس شعرية متنوعة، منهم من يحب العمود ويتفانى في الدفاع عنه وينسج به قصائد بديعة جدا، تجمع بين تلك الفخامة العربية القديمة وذلك تلك الإثارة الحداثية الجديدة، وهنالك من مضوا في مسالك شعرية أخرى قد لا نرتضيها، ولكننا نعترف لها بأن تكون جزءا من المشهد. الشعراء الجزائريون كثيرون، والذين يجيدون منهم الشعر أيضا كثيرون، والذين يفوزون بجوائز عربية أيضا كثيرون، فالشعر يؤدي مهمته باقتدار في هذه السنوات الأخيرة في الجزائر. باعتقادك ما المطلوب من الشعر اليوم حتى تنقش اسمه القصيدة على جدار الإبداع، على جدار الزمن والتاريخ؟ أعتقد أن أول ما ينبغي أن يكون في حسبانه هو أن يكون هو أن ينطلق من بوح روحه، وأن يستمع إلى إلهام ذاته ووجدانه، وهو أن يكون أيضا مثقفا ثقافة شعرية واسعة، وأن يتجنب التكلف من أي جهة كان، إلى أي نمط ينتمي. هنالك تكلف كلاسيكي وهنالك تكلف حداثي، عليه أن يبدع ضمن ذاته بعد أن يتزود برصيد وافر، أن يأتي سهلا مرنا منسابا يعني في كتاباته وإبداعاته وما يود أن يقدم من نصوص مختلفة. نعم، وإن كان الأمر يتعلق بطباع الشعراء،
بأمزجتهم، بمواهبهم، بمذاهبهم في الكتابة. قد تأتي الكتابة الشعرية من السهل الممتنع، من السلس المطواع، وقد لا تكون كذلك. المهم أن تنبثق من الذات وألا تكون تقليدا لمذاهب معينة نؤمن بها نظريا ثم نحاول أن نتكلف لها النسج والإيقاع والصورة. نعم، إلى عمق جرحنا العربي دعنا ندلف مباشرة الآن، أنا وأنت دكتور عبد الملك بو منجل، الواقع العربي المحبط، هذا الواقع الشبابي الذي يحاول أن يعني يخرج من عنق الزجاجة، ما الذي نحتاج إليه؟ ما الذي ينبغي أن نؤمن به؟ ما الذي ينقصنا حتى نحقق أهدافنا وطموحاتنا؟ أعتقد أنه ينبغي أولاً أن نؤمن بإنسانيتنا، بأن الواحد منا إنسان بكل ما تحمله كلمة إنسان من القيم، من المعاني، من معاني الكرامة، الحرية، العزة، الحق في الحياة بشرف، الحق لكل فرد في أي بلد عربي في أن يستمتع بخيراته على قدم المساواة مع غيره. عندما يؤمن الواحد فينا بإنسانيته سينطلق وسيرفض كل استعباد له، كل استهانة بمشاعره، وكل نهب لمقدرات بلاده. هذا هو المنطلق كما أراه. نعم، وهذا المنطلق كما تراه من حيث المبدأ. والآن إلى المنطلق شعرا، القصيدة الافتتاحية، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ مادام الأمر يتعلق بالبلاد العربية في طموحها، في ربيعها، في نضالها، في رغبتها في الانعتاق، فإني أختار أن أبدأ بقصيدة تتحدث عن المارد العربي. عنوانها المارد العربي الذي نأمل أن ينهض، كنا أملنا في ذلك وما زال عندنا ذلك الأمل. خذنا إلى ذلك المارد الذي بدأ ربما يتململ استعدادا إلى نهضة وصحوة لا نوم بعدها ولا رقاد. إلى القصيدة، تفضل. إلى المارد العربي. اليوم أصرخ إنني عربي، وأتيه كالنشوان من طربي، وأسير في الآفاق منتشيا، وأطير في الأجواء مثل نبي، وأهيم مختالا بنبض دمي، بربيعي المزدان من غضبي، بكرامتي الخضراء تفرح بي وتضمني في دفئها العربي، بربيع أحلامي وومض غدي، حلوا كأمي شامخا كأبي، بطلائع الأحرار زاحفة، بعواصف الإصرار في الطلب، بطلائع الأحرار زاحفة، بعواصف الإصرار في الطلب، الله، بروائع الأشعار قاصفة لغة الدمى وطنينها الخشبي، بشهامة الروح، بشهامة الروح التي انسكبت في القلب ألسنة من اللهب، ومضت على الطغيان ملحمة عربية الأشجان والنسب، فإذا بها الإعصار يعزفني، وإذا بها الأقدار تفخر بي، وإذا بكل الكون يرمقني بمشاعر الإكبار والعجب، وإذا بهذا الدهر يكتبني، هي نهضة للمارد العربي، هي نهضة للمارد العربي. الله، هذه النهضة التي طال يعني زمن تحققها، وعلى ما يبدو أننا ربما أمامنا شيء من الوقت. أكيد. الآن أريد أن تحدثني عن الجراح التي تكتنفك وتسيطر على ذاتك الخاصة كلما فكرت بالجزائر، بصراحة. في الحقيقة جراحي مع الجزائر أو في الجزائر أو بسبب الجزائر، وإن كنت لا أرى الجزائر هي بلدي الوحيد، بل كل قطر عربي هو بلدي. أحسن. وجراح هذه الأقطار أيضا هي جراحي. الجرح الكبير هو جرح الحرية الكاملة، هو جرح الشروع
في بناء حضارتنا التي نستحقها، هو جرح أن نرى بلداننا لا تملك أمر أنفسها، والشعوب فيها لا تملك أن تزدهي بأنفسها بعدها دولا ذات حضارة وذات تقدم وذات عزة كما هو الشأن في دول أخرى كثيرة. لماذا يستكثرون علينا حق الشعور بالحرية؟ تلك هي المشكلة، وذلك هو السؤال الكبير. ولكن العجب يكبر عندما نجد من ضمن شعوبنا، من أبنائنا، من مثقفينا، من شعرائنا، من علمائنا، من يفرط هو ذاته في إيمانه بحريته وحرية شعوبه، حرية إخوانه وأبنائه. ينبغي أن يكون جميعنا يمتلك بل يتدفق بهذا الإحساس، الرغبة في الكرامة، في الحرية، في أن تتألق بلداننا. ولن يتألق بلد، لن يتألق شعب إلا إذا عشق الحرية. في إحدى الروايات الغربية أذكر مؤخرا قرأتها ولا أذكر اسم كاتبها، قال أحد أبطال الرواية إلى صديقه: الآن أصبحت حرا، ألا ترى إنني مختلف عن الآخرين، أنا أصبحت حرا طليقا. جيد. قال له صديقه: للأسف لم تعد حرا يا صديقي، فقط الحبل الذي يلف رقبتك أصبح طويلا بشكل مختلف قليلا عن الآخرين. متى سنتخلص من هذه الحبال التي تطوق جيدة ورقبة كل منا؟ تلك مشكلة كبرى، أن يكون أقصى ما نتمنى ونسعى إليه أن نحسن شروط العبودية كما كنت تقول، أن نطيل قليلا من الحبل الذي يلتف حول أعناقنا، أن نتوهم الحرية. بارك الله فيك. من حقنا أن نحن نحلم بالحرية كاملة، لأنها حق لنا طبيعي. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كيف نحققها؟ هنا مربط الفرس ربما، أليس كذلك؟ صحيح. كيف تتحقق؟ تتحقق بالوعي، تتحقق بالعمل، تتحقق بما ينفثه الشعراء في قلوب الناس من تحبيب الحرية إليهم، من بث روح العزة والكرامة فيهم، من المقارنة أيضا بين الدول التي تتمتع بهذه الكرامة، بهذه الحرية، بتلك الألوان من القيم الحضارية، بينما نحن محرومون من كل هذا. لكننا لا نريد أن نكون محرومين من قصائدك العذبة الجميلة. إلى قصيدة جديدة دكتور عبد الملك بومنجل الشاعر الجزائري، تفضل ولك أن تقرأ علينا ما تحب وتشتهي، تفضل. طيب، ما دمنا في سياق الحديث عن الربيع العربي وعن الحلم بالحرية، فسأدخل بك الآن الجزائر، ومن وراء الجزائر كل البلدان التي تريد أن تنعتق هبة المجد. بفضلك بعد الله لا غير أشهد، وعزمك يا شعب الجزائر أحمد. نهضت كأن الريح فيك جبلة، وقلبك إعصار ووجهك فرقد. تدك عروش الخوف تمحو ظلالها، وتخطو خطى الأحرار لا تتردد. تخط سطور المجد نشوى بهية، فيشهد منها الكون ما ليس يشهد. وتبدع في التغريد طيرا مهاجرا، إلى حيث أغصان الكرامة موعد. فيفتر درب النصر عنك قصيدة، ترتل هبات الرجال تخلد. ويرتد عنك البغي يقتات ذله، وإن ظل في صفرائه يتبلد. ضربت لهذا الكون أنصع آية، على أن أنفاس الوجود تجدد. ضربت لهذا الكون أنصع آية على أن أنفاس الوجود تجدد. الله.
وأن رياح العزم تعصف بالدجى إذا حركتها همة تتوقد، وأن الهوى العذري يختصر المدى إذا ظل في إصراره يتجلد. فها هبت الدنيا لتشهد منفة تزينه الرايات والوجه فرقد، ويعلو ذرى الأغصان والقلب ثورة شعاراتها ملء الفضاء تردد. نريد رحيل الليل والويل والأسى، هرمنا دعوا أرواحنا تتجدد. نريد رحيل الليل والويل والأسى، هرمنا دعوا أرواحنا تتجدد. نهبتم حمانا وامتصصتم دماءنا، ارحلوا لكم الماضي ونحن لنا الغد. هدير من الأحلام، سيل من الرؤى، فيوض من الإبداع، خطو موحد. أصاب من البغي المعتق مقتلا فخارا، ولم يدر الدجى كيف ينجد. إذ الثورة السلم الحضارة والبهى، تلاحم فيها الفكر والقلب واليد. الله الله. فقامت أمام الكون طهرا مقدسا، ترانيمه الخضراء سحرا يخلد. فلم يدر سرب الليل كيف نجاته، ولم يدر عهد الويل كيف يمدد. هوت تلكم الأزلام صرعى نفاقها، وكانت قبيل اليوم ترغي وتزبد. فلله ما أبهى صنيعك يا فتى، صنيعك يا شعبي، صنيعك يا شعبي من المجد أمجد. صنيعك يا شعبي من المجد أمجد. حتما هو هذا الشعب العربي المتحد الممتد الذي لا يقبل التفرقة ولا يساوم على حقه ولا حاضره ولا يقامر على مستقبله. لابد أن نستريح أنا وأنت والسادة المشاهدون الآن، ونذهب لنشاهد أحد الشعراء وهو في حضرة قصيدة خاصة يلقيها علينا. ما رأيك أن نذهب أنا وأنت الآن؟ مرحبا، سنذهب. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نعود. ابقوا معنا. ستبقى ويرحلون، مدادك للتحرر لن يجف، ونزفك كم يزيد الجرح نزف. أخفت الظالمين بغير سيف، وطبع المستبد يخاف حرف، ويعبث بالعقول، وهل تراها ستبقى رهنه مهمس؟ تخفى، لقد أحرجته حيا وميتا، وقد عريته مهما تخف. فحتى ما يظل الشعب نهبا لقاتل حلمه ويموت خوفا، ويتبع حاكميه بأي حال، ويأتيهم إذا نادوا زحفا، ويشكرهم ولو سجنوه دهرا، ولو صلبوه عد الصلب نصفا. وكم أفتى بقتل الناس زورا، شيوخ تحرف الآيات حرفا. ومن يأبى الخضوع يقال باغ، ويعلن أنه سيشق صفا. وهل كانوا سوى في الظلم صفا؟ وهل كانوا سوى للبغي سيفا؟ نلام على الشهامة يا بلادي، نلام على الشهامة يا بلادي. ومن عشق التحرر منك ينفى، وتتبعه لأقصى الأرض كف،
ملطخة بحقد انفاق، وصفة لتعلن أن سيبقى الكون سجنا، فمن لم يقتلوه يغيب خطفا. سألعن كل من حكموا بظلم، وكل مؤيدا للظلم، ضعفا وأشدو للتحرر يا بلادي، وأشدو للتحرر يا بلادي، ولو قطعت سوف أظل، سوف وليس بمخرس صوتي رصاص، وليس بمخرس صوتي رصاص، وإن فردا قتلت ولدت ألفا. وليس بمخرس صوتي رصاص، وإن فردا قتلت ولدت ألفا. سأبقى والطغاة إلى زوال، سأبقى والطغاة إلى زوال، وليس يضير بالأحرار منفى بلاد ليس للأحرار فيها مكان، حكمها سيزول خسف. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في هذا العدد الجميل من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا متأخرا، شاعر هذا العدد من بيت القصيد والدكتور الجزائري عبد الملك بومنجل. حياكم الله مجددا دكتور بومنجل، وأهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. الآن بالعودة إلى الحديث عن هذا الجرح العربي المتدفق، هذا الجرح الذي لا يندمل ونتمنى أن يندمل، ما الذي نحتاج إليه من وسائل الطبابة والعلاج حتى يتعافى هذا الجسد؟ ما الذي نحتاجه؟ جسد جراحه معقدة في الحقيقة، قديمة وحديثة، ورثنا عوامل ضعف وتخبط وجهل منذ عقود، بل منذ قرون. وعندما رحل الاحتلال عنا ترك آثارا دامية ورواسب تخلف متشابكة، وترك من يحمي مصالحه مع الأسف الشديد. لذا العلاج يتطلب جهودا جبارة متعددة، علاج على المستوى الفكري، على المستوى الروحي، على المستوى الفني. كل هذه المستويات تحتاج من كل واحد منا أن يشعر بمسؤوليته في الإسهام فيها. لكني أعود إلى ما كنت قلته آنفا، أهم شيء أن يشعر الإنسان العربي بإنسانيته، لأن له الحق في الحرية، وأن يكون إنسانا بغض النظر حتى عن الإيديولوجيات. كن إنسانا فقد يكفيك ذلك. إذا كنت إنسانا ستكافح من أجل أن تعيش حرا عزيزا كريما، ولا تسمح لأحد بأن يستعبدك. وإذا كنت إنسانا بطبيعة الحال ستحترم كل القيم، كل قيم العدالة والشرائع الأخرى، كلها ستكون تحصيلها حاصلة. المهم أن نستدل على إنسانيتنا المفقودة التائهة الضائعة منذ يعني سنين خلت. الآن لنتحدث بسؤال من جانبين، من تلقاء تجربتك الشخصية كأكاديمي، ومن تلقاء وعفوية روحك كشاعر، دور كل منهما في نهضة الأمة العربية، كأكاديمي يعمل بالتدريس وكشاعر يعمل بغسل القلوب بالكلمات. لعلك كنت سمعت قبل قليل ضمن أبيات القصيدة هذه العبارة: تحالف فيها الفكر والقلب واليد. ربما ينتمي الأستاذ الباحث الناقد إلى عالم الفكر، وينتمي الشاعر إلى عالم القلب،
أما الأستاذ فينبغي أن يكون له رصيد وافر من المعارف، وأن يتحرى الاستقلال في الفكر، ألا يكون تبعا للمنظومات الفكرية والنقدية لا الغربية ولا الشرقية، لأن واقعنا فيه كثير من هذه التبعيات التي حالت دون أن نحلق وأن نكتب نقدنا الذي يمثل حضارتنا ويمثل ذوقنا ويمثل أفقنا. وعليه أيضا أن يتمتع بقدر عال من الموضوعية. كلام جميل. نعم. أما الشاعر فكما ذكرت لك ينبغي أن يكون أولا منغرسا في ذاته، ومنغرسا في ذاته الكبرى، ذات أمته وحضارته التي تتجاوز مدينته أو وطنه إلى المنطقة ككل، بل الإنسانية جمعاء. الإنسانية جمعاء، ولكن من جهة أخرى إلى البيئة، إلى المحيط الحضاري الذي ينتمي إليه. أحسنت. الشاعر العربي قد يتقاطع مع الشعراء في مختلف البلدان ومختلف الأمم، لكنه ينبغي أن يكون جزءا من منظومة حضارية. نعم، له بصمته، له انتماءه، له لغته، هذه اللغة لها ذوقها، لها ذكاؤها، لها حمولتها التاريخية الحضارية الثقيلة الغنية، فلا يصح أن يفرط فيها، أن يفرط في إيقاعها، في سحرها الموسيقي، من أجل أن يتابع مشاهد جمالية ونظريات نقدية في جهات أخرى قد تكون جميلة في محلها، ولكنها لا تكون موافقة لهذا الذوق الضارب في جذور التاريخ وفي أعماق الجمال. هذه إجابة موفقة لأكاديمية يشتغل بالتعليم الجامعي. الآن نريد الإجابة شعرا بقصيدة جديدة، تفضل. شكرا. لعلي أعود إلى مسألة الوطن. نعم. ومسألة الألم في البحث عن الوطن. لك أن تقرأ ما تحب. نعم، قصيدة عنوانها البحث عن بلدي. البحث عن بلدي. بلدي. عساك تلقاه في مستهلها أو منتصفها أو مختتم هذه القصيدة، يبدو أن بها لغزا يتخفى. خذنا إلى هذا الوطن الذي تبحث عنه. نعم. هب الحنين وصاح الوجد في كبدي. إيه. إني بلا بلد، أواه يا بلدي، طوفت أسأل عني لم أجد لغتي، ورحت أبحث عن قومي فلم أجدي. إيه. أين الذين سروا والخيل تعرفهم، والليل يحمل أنوارا بهم لغدي، أين الأولى ارتحلوا والمجد في يدهم، حين الضياع بنى أعشاشه بيدي. الله. أعد. أين الأولى ارتحلوا والمجد في يدهم، حين الظلام بنى أعشاشه بيدي، ساروا إلينا وكان الحب مشربهم، حتى أتونا بماء الحب والبرد، أتوا إذ الليل والبيداء تعرفهم، والكون يعرف أصناما بلا عدد. الله. فأشربونا بيانا لم تلد شفة، فأشربونا بيانا لم تلد شفة، ومجد حرف لغات الدهر لم تلد. يا الله. أين الخيول؟ أين الخيول التي كانت تبادلنا؟ أين الخيول التي كانت تبادلنا؟ حبا بحب على صهواتها الجرد، والمكرمات، والمكرمات التي ما إن لها سفر إلا إلينا بشوق طائر غرد. أين العيون التي في طرفها حور؟ أين العيون التي في طرفها حور؟ ترنو إلينا عليها نغمة الأبد. إيه. أين الذين وأين الأين؟ لا خبر إلا التشرد مرسوما على جسدي. عاج الشقي على خمر يسائلها،
وعجت أسأل يا أواه عن بلدي. لا الخيل لا الليل لا البيداء تعرفني، ولست أعرف في البيداء من أحدي. لا الخيل لا الليل لا البيداء تعرفني، ولست أعرف في البيداء من أحدي. يا الله، أهفو إلي فلا رسم يلوح لي، أمد كفي فما غير القذى بيدي. يا الله، هل ظل ركبي هنا لم يبتسم قمر، أم حل بالقوم أمر ضل عن خلدي؟ أواه إني شريد الجرح في بلدي، من يمسح الجرح سيالا على كبدي؟ من يمسح الجرح سيالا على كبدي؟ يا إلهي، أنا الفتى شرفات الكون تعرفني، لكن وجهي لساني غربة ويدي. لا الدار داري ولا مي فتفتح لي بابا إليها إلى العلياء فالسندي. أواه إني غريب فاقد جلدي، طال اغترابي متى ألقاك يا بلدي، متى ألقاك يا بلدي؟ طال اغترابي متى ألقاك يا بلدي. وهي الأمنية الجماعية التي نتحد بحزنها معا. دكتور عبد الملك بو منجل الشاعر الجزائري، لابد أن نتوقف مع فاصل الآن. نعم أهلا مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله يا متابعي بيت القصيد في شتى أنحاء المامورة، لا سيما في العراق الحبيب. ولمن التحق بنا مجددا، نذكركم بضيف هذا العدد من بيت القصيد، البروفيسور الجزائري الشاعر عبد الملك بو منجل. حياك الله مجددا. مرحبا بك سيد بو منجل. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الواجب المباشر الذي ينبغي أن يرتديه رداء ويحمله جذوة كل شاعر من وجهة نظرك. الشاعر صاحب مشاعر، ولا يصح أن تكون هذه المشاعر إلا مشاعر الإنسان في طبيعته الأولى. نعم، الإنسان النقي، الإنسان الحر، الإنسان الذي يحب ذاته، يحب وطنه، يحب أمته، وينطلق بهذا الحب ينشره في كل مكان. على الشاعر إذن أن ينطلق من هذا العمق. ومن يخون مبادئه ويجعل منها غرفة مستأجرة، ماذا تقول فيه؟ طبعا على مستوى النظم يمكن أن يكون شاعرا، ولكن على مستوى الروح، على مستوى العمق، لا أعتقد أن من يؤجر مشاعره. دعنا نتحدث على مستوى الفكر والموقف عن أولئك الذين ارتضوا أن تكون أقلامهم كلابا تنبح في أقبية الظلام والظالمين. في الحقيقة والله هؤلاء لا يستحقون أن يعدوا في عالم الإنسانية، الإنسانية الشريفة، لأن الإنسان إنسان بكرامته، بإيمانه بنفسه، عندما يقبل أن يكون تابعا، عندما يقبل أن يكون قابعا كما ذكرت أو لمحت، ولا أريد أن أتمادى في هذا الأمر، فإنه يطعن إنسانيته، يطعن كرامته، يطعن شاعريته في الصميم.
الشاعر حر. أول قيم الشعر الحرية، فلماذا يدافع كثير منا عن الشعر الحر بمعنى التفعيل، ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك في التحرر من قوانين الجمال إيقاعا ولغة وبناء، ولكنه لا يقدر أن يتحرر في داخله من استعباد البشر له؟ قد يكون هؤلاء الذين استعبدوه أقل منه قيمة علمية وذوقية وفكرية إلى غير ذلك، ولكنه يرضى طائعا أن يكون تبعا لهم، ويستخدم ما آتاه الله من ملكات من قدرات على النظم وعلى التصوير من أجل أن يضخم صغيرا وأن يمجد قبيحا. هذا لا يليق بالإنسان ولا يليق بالشاعر خصوصا. الشاعر قيمته الكبرى هي الحرية. من الأبقى في عين الإنسانية والوطن؟ هذا الذي يقدم روحه معجونة بدمع كلماته، أم ذلك الذي ارتضى أن يكون بوقا للظالمين؟ أعتقد أن التاريخ وإن حفظ لنا ذكر بعض الأبواق، فإنه لم يسطع من نجوم في الرصيد الحضاري لهذه الأمة، لا سيما في عالم الشعر، إلا الشعراء الكبار أصحاب الرسالة، أصحاب الرسالة وأصحاب الهمة وأصحاب الشموخ، والذين يعلمون الإنسانية كيف ترقى، كيف تتحرر، كيف تحافظ على كرامتها، نعم، وكيف تحفر حريتها وتحفر مستقبلها بكل شموخ وبكل إصرار. إلى قصيدة جديدة، تفضل. من الجراح العربية التي يشترك فيها الجميع، نعم، وهي جراح الأمة الإسلامية كلها، ألا وهي القدس. إلى القدس إذا؟ القدس عاصمة السماء، تفضل. القدس عاصمة السماء، ولن ترى للقابعين المخلدين إلى الثرى، أو للعبيد الصاغرين جبلة، الذاهبين مسبة بين الورى. القدس أرض الله، لؤلؤة السماء، نبض المسيح الأحمدي ومن سرى، فيض الجداول بالصلاة، وقبلة للشاربين، هدى السماحة كوثرى، ومض القداسة عنفوان شبابها، أسطورة الفاروق يحضن حيدرا. ومض القداسة عنفوان شبابها، أسطورة الفاروق يحضن حيدرا. من قمة العلياء عين حبيبها ترنو إليها بالحنين معطرا، وبهمة الخلفاء يبرق طيفها في عين فرسان الوغى أسد الشرى. سيثور من تحت الرماد رجالها، وسيرفعون مقامها فوق الذرى. هي في قلوب العاشقين مجرة قدسية زكى الإله وطهرا، وتظل في خلد الزمان عروسه بين المدائن مجده مخضوضرا. لا لن ينال الغدر من أهدابها، ستظل أشمخ من يديه وأكبرا، وستشمخر بكبرها الإسراء في خلجاتها ودم الهيام لمن سرى. ومواكب الأحرار طوع ندائها، من كل شهم إن تكلم شمرا، وإذا تحرك في اليدين إباؤه خطت به الأهوال خطا أحمرا. وإذا تحرك باليدين إباؤه خطت به الأهوال خطا أحمرا. سيزول هذا الغبن، يرسم نبضه وغد
إذا لمح الذئاب تكسرا، وإذا رأى خضر الجوانح والرؤى أبدى النواجد كالضباع وكالشرى. وستحضن القدس الزكية أهلها الحاملين المجد عطرا أخضرا، الضاربين الحيف ملء وفائهم لعيونها الحوراء تنبع كوثرا. وستعرف الأيام أن ترابها يلد الرجال غضنفرا فغضنفرا. وستعرف الأكوان أن رجالها شم الخطى لا يعرفون القهقرى. وستعرف الأكوان أن رجالها شم الخطى لا يعرفون القهقرى. أحسنت شاعرنا المتألق الجميل، بإنسانيتك، بانتمائك إلى عروبتك، إلى وطنك، إلى قضيتك، إلى هذه الجراحات الواسعة الراعفة النازفة في جسد هذه الأمة. الآن سأطرح عليك خمسة مفردات، أريد منك أن تعطيني تفسيرا لكل مفردة من تلقاء روحك وإحساسك. لا أريد المعنى الدلالي المعروف لي، أي مفردة. الكأس ماذا يعني لدى عبد الملك بومنجل؟ الكأس بنصفيها، النصف الفارغ والنصف الملآن. الموضوعية، ينبغي أن ننظر إلى الجهتين كليهما، لا نبالغ فنقول نحن بخير، ولا نبالغ فنقول نحن في بؤس شديد. علينا أن نتفاءل، وعلينا أن نعمل بجد حتى نملأ الكأس حرية وكرامة. الشمس محرقة، فهيا نستدل. هذا عنوان قصيدة لي، على كل حال لن أقرأها اليوم، ولكن الشمس علو ودفء. إن كنا نبحث عن الدفء فعلينا بالعلو. العرق الكدح، العرق أن يخط الإنسان بيده وبقلبه طريق حريته. الدمعة آلام المحبين وآلام المظلومين. نحب الإنسان ونحب الوطن ونتأذى من الظلم، نبكي ونحب، ولكننا سنفتك الطريق إلى من نحب وإلى ما نحب. وأخيرا المرأة. المرأة هي أحلى ما يمكن أن يعطر حياة الإنسان حين تكون امرأة، ولكنها تتحول إلى غير ذلك حين يسرها أن تكون قطعة حلوى. أحسنت بهذا التشبيه البليغ، والذي لم يخلو أيضا من فلسفة الحياة والموقف الفكري الخاص الذي ينطلق على ما يبدو من اقتناع شخصي يعكس مرآة ذاتك. عبد الملك بومنجل، الشاعر الجزائري الجميل. وصلنا الآن إلى القصيدة الأخيرة، فلك أن تنتقيها بعناية. قصيدة مسك الختام، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ هي الأخيرة. لو لم تكن الأخيرة لقرأت قصيدة غير التي سأقرأ. ما دامت الأخيرة تفضل، فإن خير المشاعر التي يعبر عنها الشاعر هي مشاعر الحب. تفضل. خير من يستحق حبنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. من قصيدة طويلة عنوانها بهجة الروح. نعم. لما أطل على الأكوان مرآه، صاحت تردد ما أبهى محياه، وما أجل جبينا لاح مبتسما
وما ألذ الذي توحيه عيناه. إيه. نور تدفق في أعماقنا طربا، سحر تسرب فينا ماء حيلاه. لم نشهد الدهر بدرا مثل طلعته، ولا عرفنا من المعنى كمعناه. ماذا جرى؟ أي فيض ظل مؤتلقا مخبأ في ضمير الغيب ترعاه يد العناية حتى حان موعده، فانثال تغمر دنيا الناس علياه. الله الله. ويحضن الأفق كل الأفق بسمته، ترب وصخر وأشجار وأمواه كل تهادوا على أنغام بسمته، وفي هواه تراموا سافروا تاهوا. كل تهادوا على أنغام بسمته وفي هواه تراموا سافروا تاهوا. محمد كان وجه الشمس يعرفه، وكانت الأرض تحكي عن سجاياه، وكانت الطير والأشجار ترقبه فترسل اللحن معزوفا بنجواه، وكان كل كتاب كل ذي شغف بالنور يعرف أن الفجر مأتاه، وأن ليل الحيار الهيم سوف ترى عناية الله بالأنوار تغشاه. وها أطل فيا أرض ارقصي فرحا وحدث الكون عن بشرى محياه. فها أطل فيا أرض ارقصي طرفا وحرك الكون وحدث الكون عن بشرى محياه، عن الظلال التي حن الهجير إلى أكنافها حين وهج الحر أضناه، وعن زلال من الأنغام تشربه أصابع الهيم يحياها وتحياه، وعن ربى المجد بعد الوجد سابحة ملء السماء وتشدو قل هو الله وتشدو قل هو الله. الله الله. الشاعر الجميل بروفيسور عبد الملك بومنجل من الجزائر. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء العذب والممتع والجميل. مرت الحلقة سريعة وكانت استضافتكم كريمة، نتمنى أن تكون الأقدار كريمة على المجتمعات العربية على الأمة الإسلامية حتى تعيش الحياة التي تستحقها. شكرا جزيلا لك. العفو، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.